Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Azmiatun akan membacakan Murattal Al-Quran. Mohon disimak ya. Jika terdapat kesalahan, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel Pondok Pesantren Nurul Jadid. Terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإن المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفٍّ لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم.